السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا من جديد. أهلا وسهلا فيكم معنا اليوم بالحلقة الثالثة إن شاء الله من السلسلة اللي بدأناها في رمضان، Implants in Clinical Dentistry. أنا بعتذر على الصوت اللي كان شوي خفيف في الفيديوهين الماضيات، رح أحاول قدر الإمكان يكون الصوت هالمرة أعلى، ولكن سامحوني كمان ما رح يكون بالقوة المطلوبة. رح ننتقل إذن اليوم بعد ما خلصنا الحديث عن الموضوع الأول، لأننا رح ننتقل الموضوع الثاني اللي هو أساسيات بوضع خطة العلاج بالنسبة للتعويضات المنوية بالغرسات السنية. Treatment planning for implant restorations، ما نحكي على شيء اسمه general considerations، يعني فقط أساسيات عامة بتخص كل حالات التخطيط الجراحي. أول شيء نحن لازم نعرف بأنه الطبيب وقت المريض عفوا وقت اللي بيجي عن طبيب الأسنان بده غرسات سنية، فهو المريض اختار أفضل خيار علاجي ممكن تحقيقه، فرفض التعويضات الثابتة، رفض التعويضات المتحركة، رفض خيارات علاجات العلاجية التقليدية، فهو إذن عم يطلب أكثر تعويض مكلف ماديا بالنسبة للمريض، وأكثر تعويض هو المريض برأيه أنه هو متقدم وعصري خلينا نقول. فهذا أكيد لازم نحن نكون واقعيين معه، لازم نعطيه نحن خطة العلاج اللي بتكون مناسبة لحالته تماما، ما نكون نحن متفائلين زيادة عن اللزوم، نعطيه آمال أكبر بكثير من الواقع السريري اللي موجود عندنا. التعويض اللي احنا بدنا نقدم له اياه لازم يكون بمواصفات اساسيه، بيعطي شكل تجميلي جيد ثابت قابل للعمل، ما بيسبب له للمريض اهتراء، يعني ما بيهتري نفسه المريض، ما يسبب له اذيه للجسم نفسه. هذا الكلام مبادئ اساسيات كلياتنا احنا بنعرفها. بالنسبه للامور اللي لها علاقه بالنواحي التجميليه، احنا لازم نكون كتير منتبهين على النقطه هاي. بعض المرضى بيحس انه الغرسات السنيه لازم تعوض عن السن المفقود بشكل تجميلي 100%، وبصراحه هذا الكلام ما دائما بيكون محقق معانا. من اجل تحقيق الناحيه التجميليه احنا لازم نطلع على عده نقاط. اول شيء لازم ننتبه على موضوع مقدار التغطيه للأسنان الأماميات، إنه الأسنان الأمامية إيش قد الشفة عم بتغطي من هذا السن، وضع الشفة بوضع الابتسام الطبيعي ووضع بالوضع عفوا الطبيعي ووضع الابتسام أو الضحك لأي منطقة الشفة بتغطي هذا السن، لأنه ممكن الشفة تغطي بعض العيوب التجميلية اللي إحنا ممكن ما نحسن نتغلب عنها. ثانيا لازم ننتبه على موضوع درجة امتصاص السنخ المتبقي، يعني إحنا بنحكي على الامتصاص الأفقي والعمودي للسنخ العظمي المتبقي، لأنه هذا بيأثر معنا جدا على موضوع وضع الغرسات، وبعض الحالات بنضطر لعمل طعوم عظمية. ولازم ننتبه على موضوع الدعم الشفوي، هو مقدار ما تقوم الأسنان الأماميات العلوية والسفلية بدفع الشفة باتجاه الأمام أو دعمه من المنطقة الخلفية. رح نشوف بعض الأمثلة مثل ما نحن شايفين الصورة اللي قدامنا، الصورة رقم A مظهر طبيعي بدون ابتسام، نورمال فيو بالوضع نورمال فانكشن يعني بالنسبة للمريض، ونحن بنشوف انه تقريبا نصف التاج للأسنان الأماميات واضحات. المريضة اللي عنا هي عاملة تعويض فوق غرسات بغرسة واحدة مفردة بالمنطقة الأمامية للسنية الأمامية اليسرى. الصورة B اللي هي بالنص، الوضع بوضع التعويضات او الفيو تبع ابتسامه المريض بوضع الابتسام، فالاول كان وضع راحي، الثاني وضع ابتسام، ونحن بنشوف انه الشفه مغطيه حتى جزء كتير كبير من تاج السن، يعني المنطقه العنقيه للسن ما مبينه ابدا كلها على بعضها. الصوره سي نحن كشفنا الشفه، رفعناها باتجاه الاعلى، لاحظوا معنا كيف انه في عندنا منطقه الشفه فيها عفوا التعويض فيها اعلى بكثير من مستوى السن الطبيعي المجاور. لو نحن ما عندنا تغطيه شفويه جيده عند هذا المريض، نحن كان ممكن نغير خطه علاجنا، ممكن نحتاج طعوم عظميه وطعوم لسويه من اجل تغطيه هذا العيب الجمالي. ولكن كون الطبيب قيم بانه ابتسامه المريض بتغطي هالمنطقه العيب التشريحي الموجود، فلذلك كانت خطه علاجه ناجحه. الحالة اللي قدامنا مريضة فاقدة للرباعيات اليمينية واليسارية بالطرف بالفك العلوي بالصورة رقم A مثل ما نحن شايفين. بالصورة رقم B قمنا بعمل دليل جراحي، عفوا دليل تعويضي تشخيصي متحرك، يعني بارتشل دينشر، بس مشان يعطينا قراءة أولية لشكل التعويضات وحجمها وعلاقتها مع الأسنان المجاورة. الصورة رقم C هي التعويضات فوق الغرسات بعد أن تم عمل الغرسات، ولاحظوا معي الشكل التجميلي الممتاز جدا للحليمات بين السنية بمنطقة ما بين السنية والرباعية وما بين الرباعية والناب، الحليمات بشكل ممتاز جدا، وممكن نحن حتى نقول أنه الشكل التجميلي للتعويضات النهائية يشبه قدر الإمكان الأسنان الحقيقية. الحالة اللي قدامنا هون
بنلاحظ بالصورة رقم A إنه المريض فاقد عندنا السنية والرباعية اللي بالطرف الأيسر، والمريض فاقد جزء بسيط من العظم بالارتفاع الإطباقي. بالصورة رقم B نحن عم نشوف vertical view، بالصورة هاي نحن عم نشوف حتى العرض تبع الناتئ السنخي المتبقي كمان فيه فقد. صورة رقم A فرجتنا الفقد بالvertical dimension، والصورة رقم B فرجتنا بالويث تبع الريج. فنحن بشكل بسيط قمنا بعمل تنضيد تشخيصي diagnostic wax up للحالة نفسها، واستخدمنا جهاز متحرك يعني remove بالبروثيسز. بهالحالة تنشوفوا بالصورة معي رقم C، حتى بعد وضع التعويض وبعد كشف جزء من عنق هذا التعويض للرباعية والسنية لاحظنا وجود فراغ تحت هالسنين. فنحن بكل بساطة هيك حالة نتوقع انه يلزمنا تطعيم عظمي وتطعيم بنسيج ضام او نسيج رخو يعني قبل ما نقوم بالعمل التعويض النهائي، والا رح نحصل على نواحي تجميلية غير مناسبة. من ناحية الدعم الشفوي خلونا نشوف الحالة للمريضة هاي. الصورة رقم A هي بوجود التعويض المتحرك عند المريضة، الصورة رقم B صورة رقم A بدون وجود التعويض، صورة رقم B بوجود التعويض المتحرك. لاحظوا معي هالزاوية هاي، خليني أشير عليها بالماوس، الزاوية الأنفية الشفوية، هالزاوية اللي بتعطي هون المظهر الطبيعي بالنسبة لمظهر شفة المريضة، بينما هون الشفة متهدلة ومتمادية نوعا ما والشكل غير تجميلي. بالنسبة للتنضيد التشخيصي اللي هو Diagnostic Casts، يعني نحن بنعمل تنضيد لأسنان صناعية على الكاست الأولية للمريض، وممكن نحن نعمل تعويضات مؤقتة Provisional Prothesis. هاي التعويضات ممكن تساعدني بعدة أمور بالمستقبل. أول شيء ممكن تساعدني بعمل Radiologic Stent اللي هو عبارة عن صفيحة تساعد بتصوير الأشعة بتعطيني قراءات شوعية، هلأ رح نحكي عنها بعد شوي. وممكن تساعدني بيعمل السيرجيكال ستنت او سيرجيكال جايد اللي هي الدليل الجراحي اللي ممكن نحن نستعمله اثناء عمليه غرس الاسنان. نحن هون بنميز ما بين كلمه سيرجيكال ستنت وكلمه سيرجيكال جايد. الستنت المقصود فيه هو دليل من اجل غرس الاسنان، ولكن ليس مرشد ثلاثي الابعاد اللي بنقوم بصناعته باستخدام الكادكام وتقنيات الطباعه ثلاثيه الابعاد. في فرق بيناتهم، هلا راح نشوف الستنت بالمحاضرة هاي، والجايد ممكن يشوفه بالمحاضرات المتقدمة إن شاء الله. ثالث شيء ممكن تساعدنا البروفيجنال البروثيسز على عمل ترانزيشنال ريستوريشن، يعني تعويضات انتقالية، تعويضات أولية. ممكن هالتعويضات تساعدني بتصنيع الحليمات بين الأسنان، ممكن تساعدني بالتوضع أو بالحفاظ على المسافة المتوضع ما بين الأسنان من أجل عمل التعويضات النهائية بالمستقبل. بشكل مثالي نحن لازم المرضى دائما نفحص عدة أمور عندهم قبل عمل التنضيد التشخيصي أو قبل عمل وضع خطة العلاج التشخيصية. لازم نفحص المحيط الوجهي الخارجي والحواف الوجهية الخارجية، لازم نفحص الدعم الشفوي، توضع الأسنان بشكل أساسي. لازم نحن نشوف مقدار ما يظهر من التعويضات خلال الحركة، خلال النطق والكلام والابتسام، ولازم نفحص العلاقات الإطباقية للأسنان المجاورة للمنطقة المراد غرس الأسنان فيها. خلونا نشوف هاي الحالة، مريضة عندها فقد بأسنان الدائمة، فقد ولادي، ما تبقى من اطباق المريضه بالصوره رقم A مثل ما نحن شايفين، بعض الاسنان اللبنيه مثل الرباعيات والانياب اللبنيه. قمنا بعمل دياجنوستيك واكس اب اللي نحن شايفينه بالصوره رقم C، يعني اخذنا طبعات للمريضه ركبناها على الارتكوليتر على المطبق بوضع العلاقه المركزيه او التشابك الحدبي الاعظم يعني، وقمنا بعمل تشميع اولي لما نتوقع انه سوف يتحول الى اسنان بالمستقبل. هذا التشميع صنعنا منه بارتشيال دينجر، يعني تعويض متحرك باستخدام الاكريل التقليدي المتصلب يعني ذاتيا ممكن حتى او المتصلب بالحراره، ولكن بدون استخدام اسنان صناعيه غاليه. احنا ممكن نكون حاطين حتى لو اكريل يعني عاجي بمنطقه الاسنان ما في اي مشكله. احنا شايفين الدينجر اللي نحن شايفينه قدامنا هو اللي بيعطيني شكل لما نحن نتمنى انه تصبح التعويضات بهاي المكان، هو الشكل المتوقع للتعويضات بالمستقبل. بنتابع الحاله. هذا التنضيد التشخيصي اللي أنا استعملته، طليت السطح الدهليزي للأسنان الصناعية اللي أنا ركبتها باستخدام مادة نحن بنسميها راديو أوبيك ميديوم، يعني مادة ظليلة على الأشعة، هي مادة تطلع مثل الطلاء الأظافر تقريبا وتتصلب لحالها. هاي الطلاء ظليل على الأشعة بيعطيني خط أبيض على الأشعة. ممكن استخدام هاي الراديولوجيك ستنت، ممكن نحن نبعثها
مع المريض، يلبسها المريض أثناء تصوير الطبق المحوري سواء كان سي تي ولا سي بي سي تي. مثل ما نحن شايفين هون، خليكم معنا على رأس الماوس، شوفوا معي هون هالخط البسيط اللي طلع هون بيعبر عن السطح الدهليزي الأكثر تحدبا للتعويض اللي هو هذا السطح. فأنا بعرف أنه وين لازم أوجه غرزتي وقت أنا بدي أعمل سيرجيكال جايد للمريض. هاي الحالة نحن ما عملنا سيرجيكال جايد، عملنا شيء اسمه سيرجيكال ستنت، عبارة فقط عن أداة بلاستيكية بتساعدنا بتقييم أماكن مداخل الدريلات أثناء عمل غرس الأسنان. نحن شايفينه بالشكل رقم F. منقوم بوضعها فوق الأسنان، هي مثبتة على السنتين وعلى الأرحاء بالطرفين، بنثبتها بمكانها ومنقوم بعمل الدريلينج وفق المحور اللي بيتطلبه الشكل التشريحي للأسنان المنضدة مسبقا. مثل ما نحن شايفين بالصورة الرقم I، حاطين نحن هون الجينجيفا فورمر، عفوا هذا الكفر سكرو يبرد الغطاء تبع الغرس السنية، وتابعنا باقي الأعمال. بالنسبة لأول ما يمكن رؤيته بالصور الشعاعية الأساسية، نحن لازم نقيم وضع الأسنان المجاورة لمنطقة الغرس السني، ولازم نقيم وضع الأمراض الفموية بشكل عام سواء كان الأمراض الجراحية أو الأمراض الفموية للمخاطية أو الأمراض داخل العظمية. هذا ممكن كلياته نقيمه بالفحص الشعاعي والفحص السريري الأولي. يجب تقييم ما تبقى من سنخ المريض، يعني من الارتفاع العظمي للسنخ المتبقي يجب تقييمه بشكل جيد جدا. ممكن نحن ببعض الحالات الارتفاع السنخي يقوم بتقييمه عن طريق الجس بالإصبع، ممكن يعطيني قراءة جيدة على موضوع ثخانة المخاطية وثخانة العظم المتبقي. ممكن نحن نستعمل البيوكليس أو الكاليبر، يعني البيوكليس هو عبارة عن أداة إلى رأس قراءة معينة وإلى مسطرة بنهايتها. ممكن نحن نخدر المنطقة السنخية باستخدام رأس البيوكليس، إذا ضغطنا شوي وسقبنا فيه ثقب بسيط بالمخاطية ممكن تقرأ لنا عرض النتوء السنخي. هذا شيء يسمى ريج مابينج، يعني فهم خريطة ما تبقى من النسيج العظمي. هذا الكلام طبعا كله بالطرق التقليدية. الطريقة الأكثر حداثة هو استعمال التصوير ثلاثي الأبعاد سواء كان سي تي ولا سي بي سي تي. ممكن هاي توفر علينا جهد كتير كبير وتعطينا شكل ثلاثي الأبعاد لعظم المريض، وهي الطريقة الأنجح والأكثر فعالية. وأنا دائما بدعوكم جميعا لاستخدام صور ثلاثية الأبعاد للحالة قبل أي عمل جراحي، وخاصة بزراعة الأسنان. بتعطيني قراءة، بتعطيني فهم أوسع للمنطقة اللي بدنا نشتغل فيها. الحالة اللي قدامنا المريضة عندها فقد بالثنايا العلوية، ومثل ما نحن شايفين أنه بالصورة رقم B بعد رفع الشفين بنشوف أنه في عندنا فقد بمنطقة السنية اليسار أكثر بكثير من السنية اليمين. فلذلك نحن من المتوقع أنه ممكن نحتاج لعمل طعوم عظمية أو طعوم نسيج ضام. هاي الشكل رقم C اللي قدامنا، نحن عملنا Diagnostic Denture يعني Removable Prothesis مشان تقييم وضع التعويضات، وكان معانا شكل البروثيسز مثل ما نحن شايفين هون بالصورة رقم D بهالشكل هذا، كان الوضع مقبول جدا جدا وما كنا بحاجة لعمل التعويض، لعمل عفوا طعوم عظمية أو طعوم نسيج رخوة. حتى هذا شكل التعويض بدون وجود ليبيال فلانج، يعني ما في امتداد دهليزي للتعويض التجريبي. فلذلك كانت الخطأ أنه عمل غرستين سنيتين بالمحاور المطلوبة بالشكل المطلوب. وهي التعويضات نحن شايفينها بالصورة رقم E. إذا بتشوفوا معي صورة شعاعية رقم F، طبعا الدعامة والتعويض مصنوعي من الزيركونيوم، في لذلك شوي الشفافية الشعاعية تبعيتهم ما مثل الغرسة السنية، ولكن وضع العظم بين الغرستين بشكل ممتاز جدا، والحليمات بين السنية جيدة جدا بين السنايا والرباعيات، شوي الحليمة ناقصة فقط بالمنطقة بين السنيتين. نحن لازم نقوم بتقييم المسافة ما بين منطقة الدغد اللي نحن بدنا نقوم بالغرس فيها مع الأسنان المقابلة إلى بالإطباق. يعني إذا نحن عندنا الدغد فك سفلي والأسنان فك علوي، لازم نقيم المسافة ما بين العلوي والسفلي لحتى نعرف نحن طبيعة عمل الغرسات، هي إنترنال ولا إكسترنال هيكس، ولازم نعرف إنه تعويضاتنا هي سيمنت ريتيند يعني ولا سكو ريتيند، لأنه بتفرق كتير معانا بهالموضوع هذا. التعويضات اللي بتكون ملصقة باستخدام الإسمنت لازم يكون ارتفاع الإطباقي عالي، ولازم يكون التوازي بين الغرسات بشكل أفضل بكتير. بحالة ضيعان شوي بموضوع التوازي ما بين الغرسات زيادة عن الشيء الطبيعي، أو بحالة وجود ارتفاع إطباقي أقل، نحن بنفضل استخدام التعويضات المثبتة بالبراغي. خلونا نشوف هاي الحالة. طبعا نحن أنواع التعويضات رح نحكي عنها إن شاء الله بمحاضرات قادمة. خلونا نشوف هاي الحالة.
فقط بمتعدد الأربع أسنان أو خمس أسنان عفوا، أمامية علوية من ناب الأيمن حتى رباعية اليسرى. بالإطباق مثل ما أنا شايفين بالصورة رقم A، نقص كتير كبير بالبعد العمودي ما بين الناتئ السفلي المتبقي وما بين الأسنان السفلية المقابلة. الدياجنوستيك واكس أب للبارتشال دينتشر بيطلع معنا بالشكل رقم B. الأسنان ممكن هالحجم هذا يعني بخلينا نشوف إنه إحنا لازم نعمق الغرسة داخل العظم بشكل كبير، نحن بحاجة لاستمرارات سبميرجد، والأوفرلاب اللي إحنا عملناه كتير كبير فبالتالي صارت العضة عميقة، وبهالحالة هاي نحن قدام شوية مخاطرة بموضوع غرس الأسنان، ولازم ننتبه للنواحي الإطباقية كتير كتير. وضع أسنان بعضة عميقة عملية شوي فيها خطورة بغرس الأسنان. الحال اللي قدامنا ممكن نحن نتوقع بأنه نحن في عنا نقص عظمي شديد جدا بالفك السفلي، إذا نحن تمنينا أنه نعمل له مريض تعويض من عمي غرسات سنية. هيك حالة سلفا يعني بمجرد رؤية هذا المنظر نحن نتوقع عمل طعوم عظمية، طعوم عظمية حتى بعمل معقد نوعا ما. هاي الحالة لا يمكن إجراء غرسات بشكل مباشر، هاي الحالة بحاجة لإعادة تهيئة الارتفاع السمخي عظميا قبل عمل غرس الأسنان. بالنسبة للصور الشواعية الأساسية، الصورة اللي نحن بنعملها جميعا هي الصورة البانورامية. خلينا نقول لازم نشوف فيها عدة أمور. أول شيء بنشوف الموجودات التشريحية الأساسية، نحن بيهمنا الحفرة الأنفية، الجيبين الفكيين، القناة السنية السفلية ومجاوراتها. لازم نحن نشوف الشذوذات غير الطبيعية بالمنطقة اللي حنشغل فيها، أكياس، أورام، بقايا جذور، أسنان منطمرة، ممكن نراقب كل الأمور هاي. لازم نفحص منطقة الفقد السني الموجودة اللي احنا بدنا نقوم بعمل غرسة سنية فيها، لازم هالمنطقة الفقد تخليني اشوف هل انا بحاجة لعمل غرسات مع تطعيم عظمي اما لا ماني بحاجة للتطعيم العظمي. لازم انتبه انا كمان لموضوع التعويضات المجاورة لمنطقة الغرسة السنية على الأسنان اللي المجاورة لمنطقة الفقد، ولازم انتبه لموضوع النسج حول السنية بهالمنطقة هاي مشان إذا كان في أي مشكلة لازم نتدارك قبل العمل. نحن لازم ننتبه لطول الأسنان المجاورة، شكلها، تزوية، علاقتها مع منطقة الفقد، هالأمور هاي كلياتها ممكن نشوفها نحن بالصورة البانورامية. هون نحن في عنا مثال لصورة بانورامية، خلينا نقول هي بتعطيني شكل جيد جدا للمريض. أول شيء نحن ممكن نشوفه الموجودات التشريحية الأساسية، ممكن نشوف نحن العلاقات مع كثافة العظم بالأواعي، نحن ممكن نشوفها بشكل جيد جدا إذا في منطقة ناقصة الكثافة العظمية بتبين معي بشكل شفافية شواعية. بنشوف الجيب الفكي، نحن إذا بدنا نزرع منطقة الضاحك الأول والثاني، منطقة الضواحك منطقة جيدة جدا، الجيب الفكي بعيد عنا مسافة مقبولة، الأسنان مانا كثير مايلة، ممكن خلينا نقول الناب اليساري مائل قليلا باتجاه جذره باتجاه الوحشي. بالنسبة للفك السفلي احنا في عنا فقد بالضواحك الثانية، المنطقة آمنة جدا، القناة السنية السفلية بعيدة مسافة بعيدة جدا عن جذور الأسنان المجاورة، ونحن ممكن يعني نتفائل جدا بأنه غرس الأسنان بهيك حالة بيكون جيد جدا. باقي عنا نشوف عرض العظم بالاتجاه الشفوي اللساني، هذا الكلام ممكن احنا نشوفه باستعمال الريج مابينج أو باستعمال السي بي سي تي أو التصوير ثلاثي الأبعاد. بالنهاية نحن خلينا نرتب خطة العلاج تبعنا. نحن لازم وقت اللي بدنا نستلم حالة غرس أسنان، نحن أول شيء بنقوم فيه هو الفحص السريري والفحص الشواعي للمريض، الفحص الأولي، ثم نقوم بعمل دياجنوستيك سيت اب، يعني بنقوم بعمل تشميع أولي وتنضيد تشخيصي أولي من أجل معرفة أين سوف توضع التعويضات في المستقبل. نحن الغاية الأساسية من غرس الأسنان هو وضع تعويضات، وهذا الشيء اللي إجى المريض لعندي على العيادة مشانه، فأنا بدي أحقق له هذا الشيء بشكل أمثل ما يمكن، فأنا بدي أعمل غرساتي السنية بأمثل ما يمكن من الأوضاع المناسبة للتعويض، وليس بدي أعمل التعويضات بما يتوافق مع الغرسات اللي أنا عملتها بشكل عشوائي. ثالث شيء نحن لازم نناقش خطة العلاج وخيارات العلاج مع المريض. نحن ممكن نقول له أنت في عندك الخيار الفلاني والفلاني، وممكن يعني المريض يساعدنا بالخيار، ولكن بوفق الخيارات المتاحة، ما يكون يعني نختار خيار بعيد نوعا ما عن تحقيق عن قابلية التحقيق. رابعا نحن بدنا نشوف العلاجات المتوقعة، ممكن نضطر نقلع بعض الأسنان، ممكن نضطر نعمل علاجات لسوية، علاجات ترميمية، علاجات لبية، تتويج، أي شيء ممكن نحن نحسن فيه الصحة الفموية والسنية قبل العمل. ثم ممكن نقوم بصناعة تعويضات مؤقتة تجريبية، ببعض الحالات ممكن تلزم ببعض الحالات لا، ممكن نعمل سيرجيكال جايد أو سيرجيكال ستنت كدليل جراحي أو صفيحة جراحية تساعدني على عمل غرسات. الخطوة السابعة هي عمل غرسات، احنا بنكون شوفوا كمان احنا ملاحظين عاملين عدد ضخم جدا من المراحل قبل عمل الغرس السني، ثم الانتظار حتى فترة الشفاء والاندماج العظمي حسب بروتوكول الجراحة اللي احنا متبعينه.
بعد الشفاء ممكن بيكون الفترة التعويضية هي الفترة الأخيرة اللي بتكون معنا إن شاء الله. بنهاية المحاضرة احنا أخذنا بس مبادئ أساسيات فقط على التشخيص لكل الحالات، والمحاضرات القادمة إن شاء الله راح يكون فيها تفصيل أكثر دقة لتشخيص الحالات بالفقد الأمامي المفرد والخلفي المفرد وفقد والحالات التعويض عن جسور والتعويضات الفوقية إن شاء الله. والله يعطيكم العافية وشكرا لكم.